سلام، فهاد لا فيديو غادي نحاولوا نشوفوا تري رابيدمون شنو هي لا سيتوياسيون بروبليم، واخا راني سبق شرت لها في الفيديو ديال لا ديداكتيك اللي محطوط في لا شين، وغادي نوريكم كيفاش نجاوبوا على مختلف الأسئلة اللي محتمل تحط في المباراة ديال التعليم. بيان سور غادي نعتمدوا على لي زيكزامبل اللي دازو في مباريات قبل ديال لا سيتوياسيون بروبليم، وشنو هما الأسئلة اللي تطرحوا فيها وكيفاش نجاوبوا عليهم. غير اللي خصنا نعرفو سي كو لا سيتوياسيون بروبليم سو ني با اون بروبليماتيك، سو ني با ان بروبليم ريال ا ريزودر، ما هي ماشي شي اشكاليه. لا سيتوياسيون بروبليم سي اون تاش كونكريت، هي واحد المهمه اللي هي تنعطيوها للمتعلم ادابتي او زيليف بور كيل ابرين كيلكو شوز. وقتاش حنا نقدروا نبروبوزيو اون سيتوياسيون بروبليم؟ الوغ بويسكو لا سيتوياسيون بروبليم constitue en général une étape dans un processus de construction des savoirs, ran qadrou nhtouha au début ديال processus comme phase de motivation باش نموتيفيو حنايا هادوك لي زيليف باش يتعلموا شي حاجه جديده. نقدروا نعطيهم اون كيسيون حيت لا سيتوياسيون بروبليم راه غير سي اون كيسيون خاص التلاميذ يجاوبوا عليها، ولا واحد بحال الشكل ديال واحد اللغز خاصهم يفكروا فيه ويلقاو ليه حل. بيان سور لو بروفيسور هنا راه سبق وشرط ليها في لا سيتوياسيون بروبليم كيولي الدور ديالو ان انيماتور كي انيم، يعني غير واحد الميدياتور وسيط اللي كيعاونهم باش يلقاو الحل ديال لا سيتوياسيون بروبليم. بيان سور الوغ كيف قلنا هاد لا سيتوياسيون بروبليم ممكن نديروها او ديبي ديال هذاك لو بروسيسوس، سوا ديال ليكتور سوا ليكري سوا لورال انسي دو سويت كون فاز دو موتيفاسيون. نقدروا نديروها au cœur de processus comme phase de lancement d'une recherche ou la phase d'expérimentation ou la phase d'acquisition de connaissances ainsi de suite. ولا نقدروا نديروها en fin de processus، يعني مثلا انا هاد en fin de processus ممكن تكون comme phase d'évaluation، تن ايفاليو بها واش هاد لي زابرونون شدو شي حاجه ولا لا. غير هو هاد لا سيتوياسيون بروبليم الا درناها في لا فان كوم ايفاليواسيون خاصك تعلم بها التلاميذ بقبل، تقول لهم بلا راه في ليفالواسيون غتلقاو واحد لا كيسيون هي ديال ريفليكسيون. بالنسبه للامتحانات اللي غادي نشوف معكم، غنشوفوا الامتحان ديال 2016 2017 و 2018. غادي نحط لكم هنا لو تيكست سوبور اللي تيتعطاو عليه لي كيسيون ديال لا سيتوياسيون بروبليماتيك. اي الا بغيتو تقراو لو تيكست وقفوا الفيديو، سينو راه تقدروا تيليشارجيو هاد لي كونكور راهم موجودين باغ انترنيت. دونك هنا حطيت لكم لي زيكزامبل ديال 3 كونكور ديال 2016 2017 و 2018 غير باش تاخذوا فكره كيفاش كدوز لا سيتوياسيون بروبليم. دونك وقفوا الفيديو كيف سبق وقلت وقراو لو تيكست سوبور ونشوفوا دابا لي كيسيون. الا قريتو مزيان لي كيسيون غتلاحظوا واحد الحاجه بلا لي كيسيون ديال هاد الامتحانات كاملين ولا الامتحانات اللي سبق كيتشاركوا في جوج الحوايج اولا كينقسموا لقسمين. القسم الاول اللي هو لاناليز دو لا سيتوياسيون بروبليم، والقسم الثاني اللي هو تريتمون بيداغوجيك. واحد الاشاره بسيطه، هاد لا سيتوياسيون بروبليم تتعطى عليها 25 نقطه. القسم الاول غالبا تتكون فيه 10 نقاط، والقسم الثاني اللي هو تريتمون بيداغوجيك كتكون عليه 15 نقطه. بالنسبه للشطر الاول اللي هو اناليز دو لا سيتوياسيون بروبليم،
هو بحال اي تكست الناس اللي قارين لا ليتيراتور فرونسيز ولا اللي كانوا تخصص ولا حتى الناس ديال ليكونومي ولا اي شعبه كيتعطانا واحد التكست خاصنا نديرو ليه اناليز كنحللوه لاناليز بيان سور كيكونوا فيه دي كيسيون بحال ديجاجي لا بروبليماتيك دو تكست يعني شنو هي الاشكاليه اللي تيهضر على هذاك لو تكست ولا مثلا تيعطوا دي كيسيون اوفيرت مثلا تيقول لك لوتور عطا واحد ليدي شنو بان لك فيها راه كتعطى مثلا بارطاجي فو la même idée avec l'auteur oui ou non c'est une question ouverte يعني غادي تبدا تفصل فيها اولا مثلا تيقولوا لك كو بونسيفو ا بروبو وكيعطوك واحد ليدي لي كيسيون اللي متعلقين بالاناليز دو لا سيتياسيون بروبليم كيبقاو بريسك هما يعني لا بروبليماتيك دي كيسيون اوفيرت وانتوما كتبداو تجاوبوا ما يمكن ليش انا نعطيكم واحد لا ريبونس اللي هي فيكس بويسكو لي سيبورت يختلفوا يعني لي تيكست كيتبدلوا شاك تيكست وعندو لا بروبليماتيك ديالو وعندو لي كيسيون داناليز اللي هما متعلقين به نخدم معكم انا الشطر الثاني اللي هو الكيسيون اللي متعلقين بالتريتمون بيداغوجيك الوغ في ليكسبلواتاسيون بيداغوجيك ديال 2016 تيقول لك هنا بروبوزي بور اون كلاس دو سيكل سيكوندير دو فوتغو شوا اون اكتيفيتي دو ليكتور ا بارتير دو بويم سي دي سو فو بوفي فو ابويي سور لي زيليمون سويفون ديفينير ان او دو اوبجيكتيف بيداغوجيك دو لاكتيفيتي بريزونتي لي ديفيرون ايتاب دو لاكتيفيتي فورمولي كيلكو كيستيون حتى الاخر ديال هاد لي كيستيون دونك هما قالوا لك بروبوزي اون اكتيفيتي دو ليكتور Alors, ça nous donne la fiche pédagogique de lecture. Les gens ont fait la question qu'elle Donc, nous allons vous montrer l'exemple qui est de la fiche pédagogique. Bien sûr, on va voir l'exemple très bien. Les gens qui font le monde qui ont fait la norme de la question. بالنسبه لافيش بيداغوجيك كيف سبق وشرحت لكم في الفيديو اللي قبل هذا ديال لافيش انا ديجا كيكون كتكون عندي هاد لافيش خاويه موجوده كنجي غير تنعمرها يعني ديجا مكتوب فيها هاد لي زيليمون هادو نيفو كلاس سيكونس انسي دو سويت بروفيسور دو ري دو لاكتيفيتي لي ايتاب دو لاكتيفيتي يعني ديرولمون دو لاكتيفيتي هاد الكادر كيكون عندي ديجا يعني غير تنجي ونعمر تجيني ساهله سينو انا ممكن تكتبوا غير على السطر يعني اوبجيكتيف دو بوين ترجعوا السطر وتكتبوا لي ايتاب دو لاكتيفيتي دو بوين ترجعوا ليتاب الاولى مثلا لا ميزون سيتوياسيون دو بوين تكتبوا داكشي اللي فيها وانتم غاديين انا هاد الطابلو كيسهل عليا الخدمه وبحال تيديطاييها ليا اكثر هما قالوا لينا سيكوندير حنا كيف كنعرفوا فيه الكوليج وفيه الليسي انا غير اختاريت هنا البروميير اني كلاس مثلا واحد الكلاس عندي ممكن كاع ما نديروش هاد كلاس غير حيت عندي انا فلافيش سيكونس بلاش اكتيفيتي عندنا ليكتور حيت هما طلبوا منا لا ليكتور تيتغ ديالها اوفون تو سي زونفون لوبجيكتيف اللي عندنا هنايا بيان سور كل واحد غيدير لوبجيكتيف اللي هو بان ليه غير انايا جي شوازي هاد لي دو اوبجيكتيف ديكوفرير ان نوفو جونغ ليتيرير Découvrir les caractéristiques d'un poème, yani les vers, les rimes, ainsi de suite. Support l'aide ou le poème, les outils pédagogiques, ممكن نستعملو tableau, ainsi de suite. Nous avons d'abord le déroulement de l'activité. Hna, عندنا les étapes de l'activité. Première étape, il y a la mise en situation. Had la mise en situation, شنو تيكون فيها واحد الرappel. واحد لا موتيفاسيون ولا انونس دو لوبجيكتيف رابيل مثلا شنو تنديرو فيه هنا كنمهدو لهذوك لي زيليف باش ندخلو ليهم لاكتيفيتي اللي حنا بغينا نهضرو فيها كي سون لي جونغ ليتيرير كو فو كونيسي مثلا لا ريبونس ديالهم تكون لي بيس دو تياتر لو رومون انسي دو سويت افيفو ديجا لو ان بويم وي نديرو ليهم واحد شويه ديال لا موتيفاسيون بحال مثلا افيفو ابريسي لا بويزي وي Pourquoi on adore cette manière d'expression? Nous avons l'annonce de l'objectif, découvrir un nouveau genre littéraire, découvrir les caractéristiques d'un poème. Nous avons la tâche de l'enseignant, bien sûr, de mettre les apprenants dans le bain. Nous avons l'activité de l'enseignant. Nous avons annoncé l'objectif. La tâche de l'apprenant est de mobiliser les prérequis. Donc les prérequis qu'ils ont déjà, ils doivent mener. Deuxième étape, l'observation et la construction du sens.
observation et construction du sens. Quel est le titre de ce texte? Où vont ses enfants? D'où il est extrait Mélancolia. Qui est son auteur? Victor Hugo. La date de sa parution, 1846. من بعد ما نعطو هاد لي كيستيون ديال لوبسيرفاسيون ندوزو لواحد ليكتور اكسبريسيف ليكتور ا فوا اوت بيان سور بور هاد لي كيستيون لا تاش ديال لونسينيون هي بوزي دي كيستيون دوبسيرفاسيون لا تاش دو لابرونون هو اوبسيرفي ديكورتيكي لو تيكست نرجعو هنا لا دوغي نسيت ما قلتهاش هاد ليتاب الاولى اللي هي لا ميزون سيتوياسيون تاخد لنا بريسك واحد 5 مينوت من بعد ما نديرو واحد ليكتور اكسبريسيف ليكتور اوت فوا او ليكتور ماجيسترال هنايا لير لو بويم انديفيديوالمون اي سوليني لي تيم ماجور هنا نبداو نعطو لي كيسيون لي كيفيدونا في لا كونستركسيون دو سونس انا غير عطيت دي كيسيون بالزربه هكا المهم كل واحد راه غيبان ليه هو شنو هما لي كيسيون لي غيخدمو ليه لي زوبجيكتيف ولا لوبجيكتيف ديالو عندنا لو طرافاي دي زونفون لا بوفروتي لانجوستيس انسي دو سويت Quelle image votre Victor Hugo donne du monde d'où les unes? Il décrit ce lieu en montrant l'indignation et la haine. Bien sûr, on a posé la question, on a trouvé la réponse. Tu peux être ici, tu peux pas être ici. À l'heure les apprenants, nous avons dit qu'est-ce qu'il fait moi, qu'est-ce qu'il fait lui maintenant. Quel message Hugo fait passer au lecteur à travers ce poème? Il montre la souffrance de ses enfants. Et l'injustice face à eux. Que pensez-vous à propos de cette manière d'expression? Elle est la plus touchante, profonde et pleine de sensations qui permettent à l'auteur de transmettre son message en toute aisance. Alors, il y a bien sûr la tâche de l'enseignant ou à enchaîner les questions, les rythmes, l'objectif de l'eau. La tâche de les apprenants ou à répondre aux questions. هذا لوبسيرفاسيون لا كونستركسيون دو سونس غتاخذ لينا واحد 30 مينوت تقريبا من بعد ما نعطو لي كيسيون بيان سور كاينين دي كيسيون اخرين انا ما بغيتش نكثر بزاف انا اختاريت غير هادو كاينين بزاف اللي غيخدموا ليا ميم لي كاركتيرستيك هادو ما فصلتش فيهم يعني لي كاركتيرستيك اللي هما لي ستروف لي ريم لي فير انسي دو سويت خصهم داك ليسونسييل غير تفهموا معايا غير الكونسيبت هنايا ندوزو من بعد لوبسيرفاسيون لا كونستركسيون دو سونس ليتاب لاخرى هي كونسيبتواليزاسيون دونك بور لا كونسيبتواليزاسيون لا بويزي تان جونغ ليتيرير اكري جينيرالمون اون فير مي كي ادمي اوسي لا بروز لو بويت لي هو ليكريفان كنبقاوش نقولو ليكريفان ولا لوتور كنقولو لي بويت شيرش اون سيرتان بوتي دو لا فورم كدا 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 انا لا كتبت غير ما قلا ودلا لانه هادشي اللي بغيتي ديتايي فيه راه خصني واحد خصني شويه ديال الوقت مي انا دو مانيير جينيرال بغيت نعطيكم غير الاساسيات وصافي من بعد لا كونسيبتواليزاسيون كتجي ليتاب ديال لا تراس ايكريت الوغ في لا تراس ايكريت نديرو واحد لا ديفينيسيون ديال لا بويزي ديال لي كاركتيرستيك دو لا بويزي تنهضروا على كاع داكشي اللي هضرنا عليه في لاكتيفيتي كامله وي ابري كتجي ليتاب ديال لابليكاسيون باش نشوفوا هادوك لي زيليف واش فهموا هادشي ولا لا تعطيهم واحد ليكزيرسيس ولا دي زيكزيرسيس على حساب بالنسبه لا دوري في لوبسيرفاسيون لا كونستركسيون دي سونس واحد 30 مينوت هنا واحد 5 مينوت ديال الكونسيبتواليزاسيون دي مينوت ديال لا تراس ايكريت وواحد دي مينوت ديال لابليكاسيون كتعطينا هي 60 مينوت يعني ساعه اون اور اللي هضرنا عليها في الاول بالنسبه للامتحان ديال 2017 في التريتمون بيداغوجيك عطينا هاد السيتاسيون اللي واخدينها من التكست اللي عطونا نخدموا عليه وعطينك à partir de cette conclusion de l'auteur proposer une activité d'écrit dans une classe du cycle secondaire de votre choix. Vous pouvez vous appuyer sur les éléments suivants. Définir un objectif pédagogique de l'activité, présenter les différentes étapes de l'activité, ainsi de suite. يعني obtenir un خدمه واحد الفيش بيداغوجيك هذه المره ديال l'écrit. دونك هنا عطينا لو شوا ديال لاكتيفيتي لاكتيفيتي هي اللي كري ولكن لو شوا ديال لا كونسين اللي غادي نديرو دونك انا غادي نخدم معكم هاد ليكزيرسيس مي غادي نديرو في اون فيديو اللي هي سيباري وغادي نخدم في او ميم طون هاد الشيء المستجدات ديال هاد العام اللي هي التعليم الحضوري ولوتو فورماسيون التعلم الذاتي غنخدمها كيفاش كندخلها في لافيش بيداغوجيك
غير واحد الاشاره بسيطه. هنا راه عطينا 5 كيسيون، كل كيسيون عليها 2 بوين، ولكن راه تيتخدموا او ميم طون. مثلا فورمولي لي كونسين دو طراي بيرتينون اي ابروبريي. هنا هذوك لي كيسيون اللي تيعطي لو بروفيسور، راه تنديروهم وسط لا فيش بيداغوجيك. مثلا مونتري لو رول دي بروفيسور، راه هو لو غيد. هنا بالنسبه للامتحان ديال 2018 بالنسبه للبروبوزيسيون ديكسبلواتاسيون بيداغوجيك، هنا عطينا اون كيسيون اوفيرت اللي ممكن تكون ديسيرتاسيون، يعني نكتبوا وكل واحد غادي يخدم لي كونيسونس اللي عنده ابروبو دو لا ديداكتيك لا بيداغوجي، وحتى ماده التخصص اللي هي الفرنسيه انسي دو سويت. هنا عطين مونتري لا كومبليمونتاريتي اونتر لورال اي ليكري دون لونسينيمون دي فرونسي او نيفو دو سيكوندير. هنا خص تكون عندكم بيان سور دي كونيسونس اللي تقدروا تكتبوا فيهم هنايا، وتكون لا ديسيرتاسيون ديالكم كومبليت.